toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't. يا السلام عليكم الدراري، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو غادي نشوفوا اغرب خمس حسابات سلسله طولنا ما درناهاش، يمكن داك الفيديو اللي فات، ولكن ماشي اغرب خمس حسابات، يعني كان اغرب خمس حسابات بشوبين فار باس اول وتارك الحساب اللي باقي ما شفتها غيطلع لك الفوق هنا، سير شوف. يلا خلينا نبدا الدراري. ليا ما تبان واحد طولت حقاش كنت مريض واحد شويه. المهم خلينا نبداو باول حساب. قبل ما نبداو ما تنساوش لايك، شارك في القناه، تفعيل الاشعارات تبصلك كل شيء، كل فيديو جديد. يمكن الدراري من هذه السلسله غتكون هذه اخر فيديو من هذه السلسله ديال اغرب خمس حسابات. نبداو بالحساب الاول. الحساب الاول معانا هو 1098100049. دونك خليني نشوف هذا الحساب. ليفلو 65. هذا بانر فاير باس الاول، خليني ندخل على الفاير باس. الحساب كما تلاحظون اصدقائي عنده السكار تيتان والفاير باس الاول الكنزة اللي لابس تريك. كيف كتشوفوا هذا هو اول معنا حساب. اول حساب معنا لايكات عنده 1825. يلا دابا نمشيو للحساب اللي من وراه سميتو اندريو. نعم ندوز دابا الحساب الثاني معنا. ولا بلاش 100000. شوفوا هاد الحساب كيف كتشوفوا قبل ما ندخلوا ليه عندو في الليفل 75. قد صدمو سونو. اوك خلينا نشوفو كم تلاحظو. حساب نوم ملعبش، شوف شحال لعب، شو الصدمة. لعب 26 في كاع يعني السولو السكواد سولو. شوفو الدراري الفوق سولو. ولكن ما مطلعين سكواد، كيكونوا مطلعين بلاش كيكونوا مطلعين سولو ديو سكواد. خلينا نشوفو هنا وغتشوفو هاي كيف كتشوف. وشو هنا شنو مطلعين؟ مطلعين سولو. يعني هاد الحساب فيه جليتش من عند الشركة و ليفلو 75 كما تلاحظون اصدقائي. هذا هو الاي دي. يلا خلينا نمر الحساب الثاني معنا. نعم الحساب الثالث معنا. هذا كما تلاحظون هذا التعليق كتب لي في التعليقات. في الفيديو اللي فات كتب لي واحد في التعليقات هذا الاي دي وقال لي شوفوا. دابا غنشوفوا هذا هو الاي دي 100210. شوف انا شفتو من قبل الحقاش عطاني الاي دي. كما تلاحظوا عند الفار باس الاول وما طالعش لي هنا و يعني الايك ديالو سالي تحفظ ليفل ديالو 29. تلاحظون هذا هو الحساب. شحال الفار باس الاول وتارك الحساب. كما تلاحظون عنده 10 لايكات. هذا هو الايك تاعو. هذا هو الحساب الثالث. خلينا نمر للحساب الرابع. الحساب الرابع معنا اصدقائي. غتشوفوا في الاخر ديال الفيديو واحد الحساب اللي غريب بزاف غيصدمكم واللي شفتوه في الصوره المصغره. المهم خلينا ندوز بعدا الحساب الرابع ونشوفوا عاد نشوفوا الحساب الخامس. خلينا نشوفوا هذا الحساب. تلاحظون برونز بعد صفر منذ 14 يوم داخل الحساب. اوكي لاحظت عند الفار باس الاول شحن 531 والفار باس الثاني 372 والفار باس الثالث 456. يعني من الفار باس الاول بادي يشحن نقاط بزاف. كم تلاحظون هذا الحساب
صراحة حساب أسطوري أسطوري بلا ما أزيدو في الهضرة، هذا حساب أسطوري وبقي لحد الآن مفتوح. يمكن نسيبتو لي طلب صداقة. أوكي دابا نشوفو الحساب الآخر معانا. هذا الحساب أصدقاء راح يصدمكم. خلينا أول شيء ID غيصدمكم. 5 5 5 5 هذا هو الاي دي 5 5. اوكي خلينا نشوف اي دي. كما تلاحظون عنده في الفار باس هذا 55 هنا، ولحد الان باقي كيلعب. قائمه الطلبات ممتلئه، عنده باقي مستوى له 25 في المستوى. خلينا ندخل الحساب ونشوف. كما تلاحظون لحد الان شاحن باقي كيلعب. لاحظوا اصدقائي الغريب في هذا الحساب ان كل شيء كتشوفه 55، لايكات 55، شو اسمه الاسم 55 يعني 555، الاي دي 555، الاسم 555، الاي دي 555، اللايكات 555، والكلان ديالو نيت 555 الاسم ديالو، فار باساج 55 55 55. انا ادخل عزيز علي رقم 5 ولا ما عارش انا هادو مديره مش ليهم 5. المهم هادشي اللايكات والكلان والاي دي والاسم. دابا هو غير طلع لي الاي دي 555 ودار دار لايكات والاسم والكلان والجمد اليوم 55، يعني شيء رائع صراحة. يعني تعب على هاد الشيء الحساب وشي لايكات وداك الشيء اللي كدير فيه، يعني تبارك الله عليه. اوكي دخل لي الشكل اللي كنت انا اي دي فيه شي حاجة لا ماشي والو. صافي الدراري هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا بالحسابات الرائعة والايديات اللي شفتو. المهم انا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساوش تشترك في القناة، تفعيل زر الاشعارات باسكم كل شيء جديد، ولايك وكتبوا لنا في الكومنتات اغرب حساب جاك غريب. يلا اصدقائي مع السلامة.